السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. في حياتنا في حاجات كتيرة أوي مهمة أوي اللي أنت تتوقف عندها. توقف عن التحدث عن نفسك بطريقة مهينة لسبب مهم جدا، إن لم تقدر نفسك أو على الأقل تحترمها فلن تتغير أبدا. توقف عن الشعور بالضيق الشديد من حال الدنيا والفساد الاقتصادي والسياسي والأخلاقي، فلن تستطيع إنقاذ الجميع، بل قد لا تستطيع إنقاذ نفسك. فكر بكيفية إنقاذ نفسك والمقربين منك فقط. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، توقف عن النظر لما لدى الناس، توقف عن جلد نفسك، الشعور بالتقصير الغير مبرر، توقف عن تحمل نفسك ما لا تطيق، اهدأ قليلا لا بأس عليك، حاول أن تستمتع على الأقل حتى ولو كنت في القاع. توقف عن المثالية قاتلة الإنتاجية، تذكر يا صديقي أن العمل الجيد هو أفضل من تعقيد نفسك ببذل جهد كبير مقابل تحسين طفيف في النتيجة. توقف عن الخوض في المشاعر الذنوب السبع المميتة التي ستؤدي بك إلى الهاوية. توقف عن التسبب في زيادة المعاناة التي ستعانيها أنت والتي سيعانيها من حولك في الحياة. توقف عن العيش في وهم هذه الحياة سراب ومتاع وغرور إلى أجل قريب، كلنا سنموت عاجلا أم آجلا، من الأفضل لك أن تفكر بذلك اليوم جيدا. إذا كنت مقصرا تذكر جيدا أن علاقتك مع خالق الكون هي أهم من الكون نفسه. وأخيرا أقول لك توقف عن لعب دور الضحية، دور البطل، دور الظالم، اعلم بالضبط حقيقة نفسك حياة. والحياة أنت هنا سائق جسد غير متمرس فقط، لا أكثر ولا أقل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.